مرحبا، أنا اسمي محمد مشارقة من مدينة رملة فلسطين، واليوم بدي أحكي لكم عن مدينة رملة اللي أنا عشت فيها تقريبا كل حياتي. راح أشرح لكم شوي عن المدينة، عن تفاصيلها. أول إشي، مدينة رملة هي مدينة موقعها في نص الضفة الغربية تقريبا، هي بجنب مدينة القدس. تضاريس المدينة هي جبلية وفيها مساحات زراعية ومساحات خضراء كثير، خاصة في القرى وعلى أطراف المدينة. وكمان مدينة رملة مشهورة مثلا بزراعة الزيتون لأنها تضاريسها جبلية، فبتلاقي أنه معظم مناطق المدينة فيها زراعة زيتون، والقرى تحديدا وفي موسم الزيتون بتلاقي أنه الناس كلها بتروح بتلقط الزيتون تبعها وبتعمل منه زيت، بتعمل منه أشياء مختلفة. مدينة رملة مرت في ظروف مختلفة وصعبة، منها مثلا أنه في سنة 2002 تعرضت للاجتياح كاملة، وكمان تدمر أجزاء كبيرة من المدينة، فأخذت وقت من الناس، من أهل المكان وكمان من أصحاب رأس المال في المدينة، أنهم يعيدوا إعمارها من البلديات طبعا والجهات الرسمية. شفت أنا مراحل تطور المدينة وإعادة إعمارها في 20 سنة الأخيرات تقريبا. معظم أهل مدينة رملة مغتربين، في عدد كبير منهم في دول أخرى طبعا لظروف حياتهم لأنه عندهم مشاريع، ولكن دائما كانوا على تواصل مع مشاكل المدينة، وكانوا دائما بدعموا المدينة سواء معنويا أو ماديا عشان يتم إعادة إعمارها ويتم تنفيذ الخطط اللي بتنحط عشان المدينة تصير أفضل وأجمل من أول. فمثلا مدينة رملة تعتبر عاصمة اقتصادية لفلسطين، وفيها معظم الوزارات والمديريات ومعظم يعني المكاتب الرئيسية لشركات هي موجودة في مدينة رملة. وهذا الحكي دائما خلى التنوع في مدينة رملة عالي جدا، سواء تنوع الجنسيات أو الثقافات والمعتقدات والأفكار. ولهذا السبب كان دائما في حاجة إنه يكون في منصات وأماكن تجمع هدول الناس وتخليهم يتبادلوا هاي الخبرات ويتبادلوا الأفكار. وطبعا المنصات هاي كانت على أصعدة مختلفة، مش بس على الصعيد الفني أو الثقافي، ولكن موجودة على الصعيد الاقتصادي، موجودة على الصعيد العلمي، وبكثير أشكال مختلفة كمان. مثلا إذا بدنا نروح على الصعيد الفني، في عنا ما يسمى بشبكة الفنون الأدائية اللي هي بتجمع ما يقارب 10 مؤسسات وفرق فنية موجودة في فلسطين كلها، يعني سواء في رام الله وفي الخليل وفي بيت لحم وفي جنين وفي القدس في مدن مختلفة. عندك معهد إدوارد سعيد للموسيقى اللي هو معهد قديم جدا، خرج عدد كبير من الموسيقيين اللي هم موجودين بفلسطين حاليا أو في دول أخرى، بمارسوا مهمتهم كموسيقيين، بيشتغلوا بفرق أو بدرسوا، وفي منهم لسه بدرسوا دراسات عليا في الموسيقى. عندك فرقة زي فرقة المسرح الشعبي اللي أنا اشتغلت فيها كممثل مسرحي، اللي هي عمر الفرقة ما يقارب 20 سنة. عندك فرقة الفنون الشعبية اللي هي فرقة متخصصة في الرقص والرقص الشعبي والفولكلوري الفلسطيني، اللي هي لها برضو سنوات طويلة جدا ما يقارب 30 سنة، وخرجت عدد كبير جدا من الراقصين اللي في منهم هلأ يعني بيشتغلوا على مستوى العالم. طبعا عندك مؤسسة النيزك اللي هي بتشتغل على الصعيد العلمي اللي له علاقة بالفيزياء والتجارب والإشي العلمي العلوم الطبيعية. مؤسسة تامر بتشتغل على الصعيد الثقافي. وبدي أحكي موضوع مهم، إنه هاي المؤسسات كمان في منها عدد كبير بيشتغل مع الشباب اليافعين اللي هم أعمارهم أقل من 19 سنة، وهاي طبعا فئة عمرية مهمة، واهتمام هاي المؤسسات بهاي الفئة العمرية في المدينة بدل على إنه الناس اللي بيعيشوا في هذا المكان بيكون عندهم مجال ياخدوا تجربة حتى من طفولتهم، إنهم يتعرضوا لهاي التجربة الفنية والثقافية بأشكال مختلفة. طبعا مع وجود هاي المنصات، وجود كمان أهل المدينة والناس اللي بتدعم، في كمان مؤسسات مهمتها وهدفها إنه تدعم هاي المنصات وتوفر مساحات للفنانين والمثقفين والرياديين في فلسطين وفي مدينة رام الله.
ومن هاي المؤسسات مثلا مؤسسة عبد المحسن القطان ومؤسسة خليل السكاكيني. هدول المؤسستين يعني في غيرهم طبعا مؤسسات أخرى، ولكن هدول يعني من أقدم مؤسسات تقريبا، عندهم طرق دعم مختلفة لهدول الناس اللي بيحتاجوا الدعم. منها مثلا إنه سنويا هناك مشاريع أنت بإمكانك تتقدم لها عشان تحصل دعم مادي لأي فكرة أو مشروع أنت حابب تنفذه، وكمان بإمكانك تطلب يوفروا لك مكان تنفذ فيه المشروع اللي أنت بتفكر فيه. أو إذا في ناس، مجموعة من الناس عندهم أفكار بدهم يتبادلوها وعندهم تجارب بدهم يتبادلوها، بطلبوا المكان اللي موجود عند هاي المؤسسات عشان يشتغلوا فيه ويتواجدوا فيه. وكمان شغلة، هاي المؤسسات بتوفر تدريب من خبراء ومختصين من العالم كله للأفراد اللي محتاجين تدريب عشان ينفذوا الأفكار والمشاريع اللي عندهم. يعني الأساتذة بشكل عام والمعلمين في فلسطين بتوفر لهم فرصة إنهم يتدربوا دراما ومسرح عشان يستخدموها في التعليم عند هاي المؤسسات. هذا واحد من الأمثلة. وكمان وجود هاي المؤسسات والجهات الداعمة وفر أماكن لأنك أنت تحضر عروض فنية وتحضر عروض ثقافية وكمان تشارك في هاي الحركة. فبتلاقي إنه مدينة رمالله فيها مجموعة مسارح ومناطق للتسلية، وإنك أنت تعمل فيها نشاطات مختلفة زي قصر رمالله الثقافي، زي المسرح البلدي اللي هو تابع لبلدية رمالله. عندك حدائق برضو بصير فيها هاي الفعاليات زي حديقة الاستقلال اللي هي فيها مسرح خارجي، حديقة رمالله زي ضريح محمود درويش، شاعر الفلسطيني محمود درويش. الضريح نفسه فيه متحف وفيه كمان قاعة بيصير فيها عروض ونشاطات مختلفة للأطفال وللكبار، بيصير فيها إطلاق لكتب. وعندك كمان يعني مهرجانات وفعاليات بتصير سنوياً بتشوف أنت من خلالها نتاج هاي الحركة الثقافية والفنية، زي مثلاً مهرجان الرقص المعاصر اللي بيصير سنوياً. هذا مهرجان مهم وحالياً يعني مهرجان عالمي بتشارك فيه فرق من كل العالم. حتى العام الماضي اللي هو 2021 بسبب وجود الكوفيد في العالم هذا المهرجان ما توقف، ومعظم الورش تبعته والعروض، في عدد كبير من العروض كمان كانت على زوم، والورش أنا حضرتها كلها كانت على زوم، ولكن كان مهم إنه هذا المهرجان يستمر. طبعا برضو في فرق بتعمل مهرجانات خاصة فيها، وفي عندك مهرجان زي وين عرمالله مثلا، هذا بتواجد فيه فنانين مهمين زي حمزة نمرة، زي ريم البنا، زي غالية بن علي، زي سعاد ماسي. هدول كلهم أنا حضرتهم في هاي المهرجانات الموجودة في رمالله. وفي كمان منصات بتخلي هدول الناس يجتمعوا ويتبادلوا الخبرات تبعتهم، زي منصة سرد مثلا اللي تعتبر أوبن مايك، أي حدا عنده عمل فني أو ثقافي بده يشاركه مع الناس بتوفر له المساحة. المدينة بالرغم من جمالها وكل الأشياء الحلوة هاي اللي بحكي فيها، إلا أنه فيها مجموعة مشاكل أنت بإمكانك تشوفها إذا عشت سنوات منيحة في هاي المدينة. أول مشكلة أنه المدينة عادة بسبب الاكتظاظ الكبير اللي فيها، لأنه هي ما كانت مصممة أنه يكون فيها كل التركيز هذا من الوزارات والمديريات، فصار فيها اكتظاظ عالي، صار شوي مزعج مرات أنك تتحرك خلال النهار من منطقة لمنطقة لأنه بياخدك وقت طويل بالرغم من صغر المسافة يعني اللي أنت بتتحركها فعلا. فالمدينة بتحتاج لإعادة تخطيط وتأهيل بالبنية التحتية عشان تتحمل الضغط اللي موجود فيها حاليا. مشكلة تانية إنه كل الفنانين والمثقفين الموجودين في مدينة رمالله شوي بنقصهم منصة يشتركوا فيها مع الناس العاديين يشاركوهم بأفكارهم، لأنه المنصات اللي بتبادلوا فيها الفنانين أفكارهم موجودة، ولكن تبادل الأفكار والخبرة ما بين الفنانين والناس مش موجود بشكل مكثف ومدعوم. المشكلة الأخيرة بالنسبة إلي في مدينة رمالله إنها مدينة صارت تكلفة الحياة فيها عالية جدا، لأنه دايما في طلب إنه الناس تعيش فيها، دايما فرص العمل فيها أعلى، دايما فرص إنك أنت تتعرف على ناس تشترك معهم في اهتماماتك وأفكارك أعلى، فصار من كل العالم مش بس من فلسطين في ناس بيجي بتعيش فيها. فإنك تمتلك بيت أو يكون عندك مكان تعيش فيه في مدينة رمالله
وتوفر حاجاتك الأساسية هي إشي مش سهل، وتعتبر مكلفة جدا بالنسبة لمدن أخرى في العالم كمان، يعني مدن باهظة الثمن إنك أنت تعيش فيها. شكرا إنكم سمعتوا، وبتمنى إنكم تزوروا مدينة رام الله وتنبسطوا فيها.